لبنان معروف بالجمال، الكرم والأخلاق العالية، وبكل حلقة من لقونا على الساحة كنا عم نلمس هالمواصفات بإيدينا. فكل ضيعة من الضيعة يلي اشتركت معنا تميزت بصفة استحقت عنا لقب إضافة. تميز فريق حولة بتنظيم عالي جداً. جمهور كفر رمان ملا ساحتنا ليشكل أكثر حشد جمهوري، بروح رياضية عالية، لعبة وادي شحرور وما تسجل بخلال مرورة أي مشكل. القصر البلدي بجوني أهدى بلدته لقب أجمل ساحة بتابعه التراثي. الماري والعقبة اجتمعوا سوا ليلعبوا أجمل مباراة. شكة مدت أكبر وأجمل صفرة على شاطئة تتكون أكرم ضيعة، بدبكة ورقصة وغنية تصممت أجمل تحفة فخارية من بشتفين يلي جمعت تراثنا بلحظات وعملت أجمل فولكلور. رغم كل الصعوبات وبمجهود شخصي وفردي، حضر كابتن شعت حسين الحش حسن حلقة ضيعته تيكون أفضل كابتن بكل الموسم. دافع عن أبناء بلدته بكل قوته وسامح يلي أذيهم بكل تواضع، وسكر من دون تردد طريق عام الدكواني لأنه أنطوان شخطورة هو أميز رئيس بلدية. أشهى الأطباق التراثية تقدمت على سفرة خربة أنافار. أما رندا عبود فاستحقت لقب أفضل منسق فريق، فمن منا معقول ينسى تحضيرات مزيارة والأفكار المميزة والغنية يلي أضافتها على كل حلقة شاركوا فيها معنا.